في احتفال حاشد وبحضور عدد من الشخصيات المغربية والفلسطينية والدبلوماسيين المعتمدين في المملكة المغربية، أعلنت وكالة بيت مال القدس وبالتعاون مع جامعة القدس عن نتائج مسابقة جائزة القدس الشريف للتميز الصحفي في الإعلام التنموي، حيث سميت الدورة الحالية للمسابقة بدورة الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة. هذا تكريم لعمل جاد الذي تناول القضية القدس، موضوعات القدس بشكل عام، ولكن خصوصا قيم الحضارة العريقة لهذه المدينة الجامعة. وبعد ذلك تم تكريم ذكرى الشهيدة المقدسية شيرين أبو عاقلة. هذه الجائزة تدخل في إطار إنتاج محتويات تهتم بقضايا القدس الشريف والقضية الفلسطينية عموما. احتفال الإعلان عن الفائزين شهد أيضا منح وكالة بيت مال القدس الشريف ميدالية الشجاعة والإقدام للصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تكريما لها ولباقي زملائها الذين قضوا دفاعا عن قيم الحرية والعدالة والسلام. جائزة هي كانت لشيرين، أنا أخذت الجائزة مندوبة عنها، للأسف يعني كنت بتمنى أنها تكون موجودة وهي اللي تسلم الجائزة. هي وقت ما كانت حية كانت تتكرم دائما، وحتى بعد موتها ما زال التكريم مستمر. ما نرى اليوم في هذا المعرض صحيح يثلج صدر، هذا التضامن مع الشعب الفلسطيني، هذا التضامن مع القدس. هاي الجوائز هي فعلا يعني تقدير صحيح لروح الشهيدة شيرين أبو عاقلة، لكن في نفس الوقت هي تقدير كبير للشعب الفلسطيني. كان هذا العمل صراحة واحد التجربة اللي زوينة بزاف، واللي وصلنا منها رسائل بزاف ديال القضية الفلسطينية والدفاع عنها. يذكر أن جائزة التميز الصحفي مخصصة لطلبة بكالوريوس وماجستير الإعلام في جامعة القدس والمعهد العالي للاتصال في الرباط، وقد توزعت الجائزة هذا العام على 3 أصناف، أولها صنف الاستطلاع التلفزي حيث فازت بجائزته الصحفية المقدسية كريستين ريناوي ومن المغرب الطالبة الصحفية سلمى خادم، وصنف التقرير الإذاعي الذي نالت جائزته الطالبة أمينة العلوي من المغرب، وصنف التقرير الصحفي المكتوب أو الإلكتروني والذي فازت بجائزته الطالبة عائشة العبادي من المغرب، ومناصفة من فلسطين كل من الطالبة إناس الحاج علي والطالب وسام عطوان. زيد أبو شمعة، تلفزيون فلسطين.